السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقات برنامج ساعة الأبناء، أولى حلقات برنامج شهر رمضان الكريم. أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. الأطفال في رمضان لهم نصيب خاص من الاهتمام والرعاية، حيث أرشادهم إلى أهمية الصوم والفضائل التي من الممكن أن يجنيها الطفل والأمة الإسلامية في هذا الشهر الكريم. وحول هذا الموضوع، رمضان والأطفال، يشرفني في هذه الحلقة أن أستضيف فضيلة الإمام الشيخ محمد عبد الحليم سلطان من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك. أهلا ومرحبا. وزي ما قلنا كده، الأطفال لهم نصيب كبير في هذا الشهر. يشرفني في هذه الحلقة أن أستضيف الطفلة خلود مجدي محمد. إزيك؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيبة. حضرتك طيب. إيه، علي صوتك، علي صوتك، علي صوتك. وحضرتك طيب. بس كده؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار ايه رمضان معاك؟ اوعي تبقى صايمه. صايمه. صايمه؟ ازاي؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه يا ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. انت الكبير بقى، انت تعلي صوتك. علي صوتك. انت طيب. صايم ولا لا؟ صايم. ولا زي كل سنه؟ لا صايم. زي كل سنه صح؟ لا صايم. لحد امتى كده؟ المغرب. لحد المغرب متاكد؟ طب المغرب الدنيا الساعه كام؟ 7. طب كام ركعه؟ 3. انت مذاكر بقى. محمد، ازيك يا محمد؟ محمد مجد. الحمد لله. كل سنه وانت طيب يا محمد. انت حضرتك طيب. وايه؟ انت حضرتك طيب. وانت حضرتك طيب؟ صايم ولا لا؟ صايم. بتصوم من امتى؟ انا بدات من السنه اللي فاتت. من السنه اللي فاتت؟ عشان انت عندك، عشان كان زورك؟ مال؟ رقبته كانت مفتوحه. سلام. مين عمل بقى كده؟ كنت بتتشقى صح؟ لا. امال ايه؟ لا، وقعت بازازه. وقعت بازازه؟ معلش، الف سلامة. شيخنا. نعم اتفضل. يعني زي ما كده صايم. انا صايم. صايم؟ رمضان دايما كده وعلاقته بالاطفال بيبقى ليها ذكرى حلوه مع اي طفل، حتى واحنا صغيرين كده، فتره ان هو تصوم لحد الظهر وبعد كده تخش تاخد الاكل من ورا حد، وبعدين تصوم لحد العصر، وبعد كده لا مش قادر، وبعد كده قبل المغرب بشويه اشرب ميه. وفرحه الطفل برمضان ان هو قدر ان هو يعمل حاجه في رمضان بتبقى يعني فرحه كبيره جدا. يعني زي ما نقول كده، عايزين نتكلم عن يعني علاقه او ازاي نربي اولادنا على فكره الصيام في رمضان. نعم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأحبابي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عام أنتم بخير، طبتم وطاب يومكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا في هذا اليوم الفاضل رمضان، ويسلمنا إلى رمضان، ويتسلم منا رمضان متقبلا. الحقيقة أنت جبت موضوع مهم جدا جدا. الصوم أمانة، والطفل يعني نقدر ندربه على هذه الأمانة وهذه المسؤولية، وعلى التعود على الصبر في الطاعة منذ الصغر، يعني 6 سنوات وطالع. وما فيش مانع أبدا أن أنا في البداية أعرف الطفل أن أنت لو عطشت أو جعت قل لي، لأن أنت مش مكلف بالصوم، فما تجيش من ورايا وتشرب مية أو تاكل لقمة من ورايا وما تقوليش، لان دي خيانه. لان الصوم امانه وسر بين العبد والخالق، بينك انت وبين ربنا. فربنا يعذبك لو عملت ايه كده، شربت كده من غير ما حد يعرف، دي خيانه، خيانه للامانه، امانه الصوم. يعني ابدا اربيه على فضائل الصوم او امتى وعدم الخيانه. وعلى كده اعرفه انت ما عليكش صوم اصلا، بس احنا عايزين نتعود وقت على الصبر وعلى الطاعه دي، لان الصوم جميل. لان الصوم ده لله، واللي بيصوم لله ربنا بيرفعه في اعلى درجه في الجنه. لان الجزاء بالذات بتاع الصيام من الله عز وجل. فانا عايز ربنا يديك الجزاء الكبير في الصيام، بس لو عطشت او جعت قول لي، وانا اسقيك وانا اطعمك احسن ما تاكل من ورايا، لان ده حرام وعيب. ما تعملش كده، لان انا مربيه على الخلق ده. هو ده خلق فاضل. الفضائل دي بتعلم اولادنا عدم الكذب وعدم الخيانه والامانه. وانظر بقى، في رمضان كان في غزوات كثيره جدا. كان في من اصحاب سيدنا النبي اللي بيستاذن سيدنا النبي وهو يصوم، وكانش على الصيام برضه، لان ده حرب وغزو، وفي رمضان وجو المدينه حر زي ما انت عارف، وكان حر اكتر من كده كمان. كان اصحاب سيدنا النبي منهم اللي كان استاذن سيدنا النبي يقول له انا عندي القدره على الصيام، وكان في منهم اللي سيدنا النبي يقول له لا انت افطر ما تصومش. يعني كان بيحاول يقيم الطفل وهل يقدر يصوم ولا ما يصومش. كان في بقى من الفتيان زحفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتى اللي هو لم يتجاوز عمره 14،
يعني ما بين اقل من 12 سنه 11 سنه بالظبط كده. فبالتالي برضه سن طفوله وبرضه ما عليهش تكليف لانه لم يبلغ الحلو، ما عليهش تكليف بالفرائض بالصوم، بالصوم ما هو الصوم فريضه. فبالتالي كان بيزحف خلف رسول الله من خلال الامهات. الام مدرسه، انظر الى التربيه الحقيقيه. كانت الام تقول لمعاذ، وام معوز تقول لمعوز ازحف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذى. شوف انا لما قلت رسول الله الاطفال قالوا له عليه الصلاه والسلام، دي تربيه. دي تربيه ما قالوهاش من فراغ، لان الام او الاب المربى اول ما تسمعوا اسم النبي محمد او رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ اتعلمتوا دي فين؟ في البيت ولا في المدرسه؟ ايه فين المايك؟ اتكلم في المدرسه. في البيت وفي المدرسه. الله اكبر. طيب ايه اكتر حاجه في رمضان انتوا بتحبوا تعملوها؟ الصوم. الصوم؟ لا كلمني من المايك. الصوم. الصوم؟ طب بتحب صوت المسحراتي ولا لا؟ اكيد. ها بيقول ايه المسحراتي؟ بيقول ايه؟ اصحى يا نايم. اصحى يا نايم رمضان كريم السحور. ايه ايه طب انت عارف يا اياد بيقول ايه؟ قول يا اياد. اصحى يا نايم رمضان كريم. اصحى يا نايم واحد الدايم. بيطبل كده صح؟ بتطبل معاه ولا لا؟ لا. واحنا صغيرين بقى زمان كنا ننزل ورا المسحراتي كلنا، الشارع كله ننزل ورا المسحراتي ويبقى عايز يمسك يطبل شويه يقول اسمه. المسحراتي بيقول اسمك ولا لا؟ بيقول ايه؟ بيقول يا اياد بعدين اقول له اتفضل. ايه؟ يصحى يا اياد يقول اتفضل. بعدين اقول له اتفضل. اتفضل؟ ايه وانت ايه؟ بتعمل ايه؟ خلود عندها فانوس ولا لا؟ لا عندي. جبتي فانوس في رمضان بجد؟ لا. لا ازاي؟ ليه؟ ما جبتلكيش فانوس؟ ليه كده طيب؟ بحبهم. انت ما بتحبيش الفانوس؟ ما بلعبش بيه. ليك بتلعبي بايه؟ بالعروسه مثلا؟ بتلعبي بايه بقى؟ ما بلعبش بحاجه. بالاسد. ما بتلعبيش خالص؟ ليه كده؟ بلعب مع اختي. بس كده؟ مع اختها. يعني ما بتجيبيش فانوس، عروسه، لعبه، برجيحه؟ لا. اي حاجه خالص؟ ليه كده؟ لا يا خلود، لازم البنوته الجميله اللي زيك كده يبقى لها عروسه تلعب بيها، تلعب بالفانوس رمضان ده جميل، فرحه رمضان كده بنحس بها. احنا زمان واحنا اطفال زيكم، احنا كنا اطفال زيكم بس كبرنا. بس كبرنا فجاه. فانوس ابو شمع ده جميل، وكنا نقول حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو، ونفرح برمضان لان رمضان شهر فرح وشهر كرم وشهر جود. فانت لازم بقى كده ماما تجيب لك فانوس وتلعبي كده وتفرحي، ماشي؟ وهاتي فانوس بالشمعه عشان ده بيفكرنا بايامنا الجميله الذكريات بتاعت زمان واصاله مصر الجميله وصله الارحام اللي كانت جميله قوي. وكان لما جاره تعرف ان في، والله كده تعرف ان في طفل يتيم جنب منها ومش قادر يجيب الفانوس، وكان ما كانش فيه فلوس كتيره زي دلوقتي، كانوا باي شكل حتى تديله الفانوس القديم بتاع السنه اللي فاتت بتاع بنتها او ابنها. كان فيه مودة ورحمة وكان فيه حب، وكان فيه الجار يعرف الجار، مش زي دلوقتي. احنا عايزين نعيد العلاقة دي يا دكتور خالد، ان في رمضان يجمعنا، رمضان يجمعنا على مائدة رمضان، على مائدة الرحمن، على القرآن، على السنة. لا كمان ان احنا في رمضان الجار يدي الجار ومن اللي عمله، هو مش محتاج منه حاجة، بس لمسة جميلة كده. نرجع للأيام الجميلة دي، أيام الفطرة السالمة، فطرة الإسلام، أيام صلة الأرحام، أيام المودة. نقرب حتى نختنم رمضان ده جاري ما اعرفوش، جارتي ما اعرفهاش، انا عملت حاجه جميله كده حلويات يا جاري، كل سنه وانت طيب، انا عملت طبق حلو كده فقلت جاري يدوق منه. وبرده وهي تاني يوم انا عملت مثلا مهلبيه، عملت رز بلبن، عملت اي حلو اي حاجه، عملت طبق ملوخيه جميل، الله ريحته جميله، بدل ما يطلع ريحته على جيراننا ويبصوا لنا فيه. لا، سيدنا النبي كان بيقول كده علم اصحابه، اذا طبخت مركا فاكثر مرقها واعطي لجارك، حتى لو كان يهودي. لما كان سيدنا النبي يذبح يقول هل اهديتم لجارنا اليهودي؟ فعلاقه الجار لازم ترجع وطيده تاني، الجار يحترم الجار تاني، يخاف على الجار. التربيه بتاع ولادنا نعرف ان الجار ده هو اخوك بالظبط، يخاف عليك وتخاف عليه. انتوا لكم جيران؟ بتلعبوا مع مين بقى؟ ايوه جيران. لا نتكلم من المايك عشان نسمع بعض. نلعب مع اصحابنا جيران. بتعملوا ايه بقى يعني؟ لا بتعرف لما هو بيكون تعبان بتزوره، بتقعد معاه، بتقول له صوم، بتصوموا مع بعض.
صوم مع بعض. بتسحرتوا مع بعض ولا بتسحر مع مين؟ مع عيلتي. بس مش بتسحر مع اصحابك؟ مش بتنزل؟ اول يوم اول يوم لا امبارح وبعد كده نتسحر مع صحابي. تسحر فين؟ ساعات في بيتهم ساعات في بيتنا. يعني بيجوا لك وتروح لهم زي طب والله كويس. يعني فكره ان الناس تروح تسحر عند بعض دي حاجه كويسه. ايه الحاجه انت اتسحرت ايه طيب؟ بيض. بيض؟ ليه؟ ليه؟ 25 جنيه. وايه تاني؟ شاكر. مش فاكر ازاي؟ مش فاكر من امبارح؟ لا يا دكتور خالد، عايزك تقول لهم هل فعلا حصل موقف مع حد فيكم وهو صايم من السنه اللي فاتت عطش كده قوي قوي ولا ايه؟ اما اتوضى كده وعمل انه بيتوضى خد مش ماما مش شايفه. ماما مش شايفه. ما حدش شايف. ربنا هو بس اللي شايف. او كل حاجه كده من ماما. صحيح؟ وعملتها يا خلود؟ لا جدع شكلك يا خلود عملتها. انا حاسس ان انت اللي عملتها. كويس. ليه بقى؟ ليه؟ طب لما بتعطشوا قوي قوي كده بتعملوا ايه؟ نصلي لنرى قران ولننام. يعني تشغلوا بالكم بحاجه مفيده. الله اكبر. طب والله كويس. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا خلود؟ في رمضان ايه؟ بتصلي؟ بتصلي كم ركعه؟ الظهر اربعه. ايوه. والعصر اربعه. الله. والمغرب ثلاثه. الله. والعشاء؟ والعشاء اربعه. والفجر؟ مفيش فجر. ركعتين. ركعتين؟ حافظ القران بقى؟ حافظه ايه؟ سمعينا كده. يلا انا عايز اسمع، عايز اسمع القران بصوتك وبصوت اياد وبصوت محمد. قول يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلي صوتك، اعلي صوتك شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليكي. انت عارفه ان دي اسمها، الصوره دي اسمها ايه؟ اسمها مش الفتح بس، كمان اسمها ام القران، اللي القران عليها السبع المثاني اللي هي الفاتحه دي، السبع المثاني اللي هي السبع ايات بتوع سوره الفاتحه دول. ما ينفعش يا جو يا خلود ويا اياد يا محمد، ما ينفعش الصلاه الا بالفاتحه. يعني اللي مش حافظ الفاتحه ما ينفعلوش الصلاه، فلازم كل الامه الاسلاميه تحفظ الفاتحه عشان نصلي بالفاتحه. عارفين كده كويس؟ يعني ما ينفعش انتوا تقولوا ايه بلاش الفاتحه، او انا نسيت الفاتحه اصلي اقول اي مكانها. الفاتحه دي هي ام الكتاب وهي الصلاه بيها. سمعنا بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق العظيم. ولا الضالين. إيه؟ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لا انا عايزه كمان نمد شويه، لان ده يعني مد كلمه لازم مثقل فياخد ست حركات، فنقول ايه؟ ولا الضالين. ماشي؟ ماشي؟ يلا يلا يا محمد. هتقول ايه تاني غير الفاتحه بقى؟ قل هو الله احد، ثلث القران. يلا. عايز تقول الفاتحه برضه؟ لا، قل هو الله احد. لا نغير. ايوه غير. ايوه يا سيدي. ايوه يا سيدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لم يلد. لم يلد. ولم يولد. ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. جدع، برافو عليك. جميل. حافظ ايه تاني؟ حافظ كم جزء في القران طيب؟ لسه كانت قالت لي ان انا احفظ من دلوقتي، ان عشان كنت لسه في المدرسه ما كنتش باخد باقي الحصص. يعني هتحفظ في الصيف، يعني في الندى الصيفي. ربنا يفتح عليك يا ابني. وانت ايه بتحفظ ولا لا؟ حافظ قد ايه؟ حافظ ايه تاني؟ طب يلا نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر حاسد غاسق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. حافظ قل أعوذ برب الناس؟ طب قوليها كده عشان هقول لكم القصة عن المعوذتين دي يا دكتور خالد. جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. علي صوتك. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. قل ماشي. قل اعوذ برب الناس. ماشي. ملك الناس. اله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوسون في صدور الناس. الذي يوسوس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الشيخ بقى يقول لكم قصة عن ال اولا انا عايزكم يا اولاد وكل الاولاد اللي بيتفرجوا علينا وكل الامهات والاباء اللي بيتفرجوا علينا يوميا يرقوا نفسهم بالمعوذتين، لان المعوذتين دول بتبطل الحسد. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كل ذي نعمة محسود. اي انسان في نعمة، مش لازم يكون غني، لازم ممكن يكون في نعمة القرآن، حفظ القرآن، في نعمة العلم، فقيه في علمه، في نعمة التقدم والازدهار، في نعمة الصحة، عنده صحة كويسة. أي نعمة فيها الإنسان ممكن إنسان تاني يحسده على النعمة اللي هي مش عنده دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حسد، ناس حسدوه في يوم من الأيام، حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه جبريل الأمين. سيدنا جبريل ده اللي هو ملك الوحي، نزل سيدنا جبريل ملك الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمك سورتين من تحت كنز عرش الرحمن، هما المانعتان للحسد. وبرضه فيه بعض الروايات ان هما بيمنعوا كمان اي حد يعمل لحد ايه سحر يؤذيه. طب انتوا عارفين الحسد ولا لا؟ ايه بقى هو الحسد؟ لما مثلا واحد يقول لك مثلا حاجه حلوه وما يقولكش ما شاء الله. الله، لما يشوف حاجه ما يقولش ما شاء الله. ما شاء الله. يحسدك عليها. هو ما شاء الله عليهم. والله. وبيعرفوا ان هو ايه؟ تمني زوال النعمه من يد الغير واتيانها الى يديه. الحاسد ده عينه الرديئة السمية دي بتنظر في اللي عند الناس وتقول ايه ده عنده وانا ما عنديش، عن تطلع كده زي الصاروخ. خد بالك معايا، تؤثر في الانسان اللي عنده النعمة ده، فبتلاقي الانسان يصاب بمرض ولا حول ولا قوة الا بالله. وسيدنا النبي بيقول ايه؟ شوف يا اولاد وصل الحسد لفين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ومن العين ما قتل. ان ممكن العين الحسد ده يقتل. فالانسان لما يشوف اي انسان عنده نعمه يقول ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك. والقران بيقول: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. حتى لو دخلت بيتك تقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. لو دخلت عندك حديقه حلوه كده او عندك حاجه مربيها كويسه تقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. برافو عليكم يا اولاد. بتعمل ايه يا خلود لما بتشوفي حد معاه حاجه حلوه؟ لابس حاجه كويسه، مشتري حاجه، لعبه، بتعمل ايه؟ بتقولي ما شاء الله. بتقولي ما شاء الله؟ الله. ولا الشيخ اللي غش؟ ها الغش حرام. عارف الغش حرام ولا لا؟ عارف. ليه؟ انا ما اعرفش اصلا. بتغش ولا لا؟ من غشنا فليس منا. بتغش ليه؟ ما بتغشيش؟ شاطر. وانت يا محمد؟ لا. طب في الامتحانات بتغش ولا لا؟ ما تكذبوش على نفسك. صحيح؟ لا ما بتغشوش خالص. ها؟ ولا حتى من طب انا بقى عايز اسالكم سؤال عشان رمضان. علقتوا زينه بتاعت رمضان ولا لا؟ اكيد. خلود ما بتعلقش زينه ولا فوانيس ولا بتلعب؟ مش عارف. انت واضح ان انت جايب لنا طفل عجوز. بتعمل ايه طيب؟ ايه الحاجه اللي انت بتعملها بتفرحك؟ الصوم؟ الصوم هي اللي بتفرحك. الصوم بس؟ هتصوم السنه كلها؟ بتصلي في رمضان؟ اه. التراويح والتهجد وكده؟ اه. وقراءة القرآن بقى؟ طب مين اللي بيوديك تصلي؟ ماما. مين؟ ماما ولا بابا؟ الاثنين. الاثنين؟ الاثنين؟ نعم. بيقول لك ايه طيب انت رايح تصلي؟ طب بأمانة يا خلود، لما بتروح المسجد بتلعبي في المسجد والشوشر وتعلي صوتك وتضيعي صلاة الناس ولا بتسكتي؟ لأن أنا من امبارح إحنا زهقانين من الأطفال بيفوتوا فوق رؤوس المصلين وتصريخ وكده. ما بتعملي كده؟ لا. ولا بتعملي إيه؟ وما بتلعبيش بالفوانيس فوق دماغهم؟ لا. أنت بتلعبش؟ ما عنديش فوانيس أصلا. وأنت إيه بتعمل إيه؟ طب بتعمل إيه وأنت بتصلي وتقف وقت طويل وتحس إن رجليك وجعتك كده، بتعمل إيه؟ لا ما عنديش حاجة. بتفضل عندك صبر. تصبر يعني. ليه بقى؟ عشان احنا نصلي لازم نصبر. الصبر على الطاعة. جميل. ايه يا محمد؟ شكلك ما بتصليش اصلا. بتصلي؟ شكلك بتلعب. محمد شكله بيلعب. شكلك شقي. مش دايما. مش دايما؟ طب ايه اللعبة اللي انت بتحبها؟ طب والصلاة مش دايما برضو ولا دايما؟ لا الصلاة على طول. على طول الحمد لله. على طول.
بتصلي امتى بقى؟ يعني لما الاذان بيأذن ولا بعد ما يأذن بنص ساعة ولا بعد لا ساعة؟ لا لما يأذن. على طول. طب ولما الاذان بيأذن بنعمل ايه؟ بنتوضى وبعدين ننزل. بنقول مثل ما يقول المؤذن. مش لما المؤذن بيقول انت ما بتقول وراه؟ بتقول وراه ايه بقى؟ هو بيقول سورة الفاتحة، بيقول سورة. لا لا المؤذن. المؤذن لما يقول الله أكبر الله أكبر. نقول الله أكبر. نقول الله أكبر. لما يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. في الفجر لما يقول الصلاة خير من النوم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه بنقول صدق رسول الله؟ لأن سيدنا بلال في يوم من الأيام يا أولاد جاب يصلي بيصح سيدنا النبي، بيدق على سيدنا النبي. طبعا سيدنا النبي كان بيقوم الليل كله، فكان بيفصل ما بين التهجد والفجر بحوالي 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة يريح شوية عشان هيصلي الفجر بقى. فسيدنا النبي في اليوم ده كان متعب جدا ومرهق جدا من شدة وكثرة الوقوف بين يدي الله والبكاء والتذلل لله رب العالمين. فسيدنا بلال بيصحي سيدنا رسول الله، بيقول له قم يا رسول الله، قم يا رسول الله، قم يا رسول الله. فسيدنا النبي زي ما تقول دخل في النوم فمصحيش، فقال له الصلاة خير من النوم. فسيدنا النبي خرج عليه وقال له يا بلال دعها في أذانك أو اجعلها في أذانك، فأقرها فأصبحت سنة تقريرية من رسول الله. فإحنا لما المؤذن بيقول الصلاة خير من النوم نقول صدق رسول الله، لأن سيدنا النبي اللي أقر هذه. هو قال كده عشان الناس تصحى يعني ما تنامش. نمت امبارح امتى؟ ولا فضلت صحيين لحد دلوقتي؟ لا اتسحرت وبعدها شربت ميه وبعدها نمت. يعني شربت ميه قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ لا قبل الفجر. ليه؟ هتشرب بعد الفجر؟ انا شفت يا دكتور خالد، خدت بالك من خلود وانت بتسالها سؤال ذكي جدا. انت بتروح المسجد مع بابا ولا ماما؟ فقالت لك مع الاثنين. دي القران علمنا كده على لسان سيدنا لقمان. بيعلم ابنه كده زي ما الابهات خدوا الكلام ده من القران. يا بني أقم الصلاة، سيدنا لقمان بيقول لابن شوف بقى التعليم أو اسمع أولاد، اسمع أولاد القرآن بيقول إيه. سيدنا لقمان بيقول لابنه زي أبوك كده وأمك ما بياخدك المسجد، ده تعلمناه من القرآن. أقم الصلاة يعني الصلاة دي لابد، مفيش، لأن الفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاة أو هو الصلاة. أنت بالصلاة أنت مؤمن، لأن الصلاة بتصلك بربنا سبحانه وتعالى. أنت بتقف مع ربنا لما بتقول الله أكبر بتنسى الدنيا كلها وأنت واقف مع ربنا، وأنت بتقول سبحان ربي العظيم. عايز تقول له يا ربي أنت مفيش أحسن منك، أنت عظيم في ملكك، أنت رفعت السماء بلا عمد، بسطت الأرض على ماء جمد، كل الأرض دي على مية. لما تكبروا وتتعلموا هتعرفوا أن الأرض دي الجامدة دي والجبال دي مثبتة على مية، 75% من الكون ده ميه في الارض تحت الارض، ومع ذلك ربنا مثبت الارض دي بالجبال الرواسي ورفع السماء بدون عواميد فبتقول سبحان ربي العظيم، وتتدبر وتتفكر كده وتتخيل ملك ربنا وعظمه ربنا في ملكه. طيب بتسجد وتقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات لان مفيش اعلى من ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا لقمان بيقول لابنه يا بني اقم الصلاه، يبقى احنا ما نفرطش في الصلاه ابدا، وامر بالمعروف، اوعى تقول حاجه تغضب ربنا، اوعى تشتم صديقك، اوعى تسب له الدين، اوعى تقول له ابوك او امك، لان هي ربنا هيرزقك باللي يقولك برضه ابوك وامك. انت تقبلوا حد يشتم ابوكم او امكم؟ يبقى بالتالي انتوا ما تشتموش اب حد وام حد ولا في سرك برضه. وانهى عن المنكر. لما تلاقي صديقك او زميلتك يا خلود قالت كلمه وحشه تقول لها لا حرام ده منكر حرام. لا، وسيدنا النبي يقول من رأى منكم منكر، منكر يعني ايه؟ لو صاحبتك قالت لك ايه يا خلود البنت دي مش وحشه، انا مش بصاحبها، انا مش بحبها، لا حرام عليك. تعملي كده يا خلود؟ بتحب كل البنات ولا لا؟ ليه؟ امسك المايك. بتحب كل البنات ولا لا؟ زميلاتك؟ كلهم؟ بتلعبي بيهم ولا لا زي الفانوس؟ انت تجيبي اصحابك وتعملي بيهم كده؟ بينوروا ولا لا؟ لو نوروا يبقى هم فوانيس. ايه جربي ولا لا؟ هتعملي ايه؟ هتجيبيهم ولا لا؟ لا. امال هتعملي ايه؟ هتلعبي معاهم ولا تلعبي بيهم؟ تلعب معاه جدع. طب ما تلعبي بيهم. وانهى عن المنكر يا دكتور خالد. يبقى احنا اي كلام وحش بذيء، كلام مش كويس، كلام غلط، كلام عيب، ان احنا نقول لا حرام وما نقولوش. مش ان احنا نقول لهم حرام واحنا من ناحيه ثانيه احنا بنقوله. حصل معاكم موقف كده ان سمعتوا حد بيقول كلام وحش وانت قلت له لا عيب وحرام عليك؟ محمد حصل معاه موقف، ادي لمحمد يحكي لنا الموقف. حصل ايه؟ قبل كده واحد كان معانا في المدرسه
سب الدين. الله. مش ف يعني المستر بيفهمه برضو بيقول له لا ده مش حرام. الشيخ بيفهمه يقول له مش حرام. ما بيسمعش. ماشي رحت انا لما قلت له ماشي راح قال لي طيب تعالى نسأل الشيخ. لما سألنا الشيخ والشيخ قال لنا ايوه حرام وحرام وما ينفعش وكده هو بطل. الله الله. يبقى انت كنت سبب يا محمد في ان انت خليته ما يسيبش الدين. الله اكبر. دي حاجه برضو كبيرة. من الحاجات اللي الاطفال لما يعني بيبقوا مع بعض كده وبيعرفوا في سن صغير ان الحاجه دي غلط يعني بتؤدي الى ان هي ممكن في لحد ما يكبر بعد كده يقول لا الحاجه دي حرام انا ما عملهاش، لان هو اتربى او فعلا خد قدوته من المدرسه او من الشيخ اللي راح له او المكان ده. وده غاب عندنا الفتره اللي فاتت دي، دروس الدين في المساجد ما بقاش عليها. الكتاب كنا نسمع عنه زمان، يقول لك الكتاب كان زمان الاطفال كلهم يروحوا الكتاب، فكنت حتى تلاقي اطفال الشارع كلهم في نفس المكان ده، وبعد كده يبدا كل واحد فيهم يسلك مسلك، بس كل واحد بيبقى عنده القيم والمعتقدات اللي هي المظبوطه الدينيه الصحيحه. يعني حتى كانت تلاقي الناس مفيش توجيه ناحيه اتجاه معين، لا بيتكلموا عن الدين عن القران عن الصلاه. يعني عايز اسالهم دلوقتي، بس في كتاب دلوقتي بتروحوا كتاب ولا ما بتروحوش؟ في الجامع في يعني. بتروحوا تعملوا ايه بقى في الكتاب؟ نحفظ القران. القران بس يعني مثلا بيدوكوا قران وبتصلوا وبيقول لكم ايه الحاجات الصح وايه الحاجات الغلط؟ مين بقى الشيخ ده؟ ايه؟ الشيخ احمد. بيحفظكم ايه بقى؟ القرآن بقى بالتجويد ولا بيحفظكم القرآن بس ولا بيه؟ القرآن بس. القرآن بس. لسه مفيش تجويد. مفيش تجويد طبعا دلوقتي. بيقول لكم ايه؟ لا هو المفروض ان اللي زي اياد وزيهم هم يعرفوا الاحكام من دلوقتي. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر وهو ده سن المفروض ان هم، وبرضه هرجع اقول ان ده بيرجع للبيت. لو البيت اي بيت، ما بتكلمش على بيت اياد وخلود ومحمد، بيت اي بيت في الامه العربيه كلها، ان احنا زي ما احنا اتعلمنا في الكتاب احنا اتعلمنا في الكتاب حاجات هم ماسكين، لو هم مساكين لو سمعوا عليها دلوقتي هم يتعقدوا، هيقول لك ده انجليزي ده مرسي يعني. هقول لك ليه يعني احنا كنا بناخد ايه؟ الف وهمزه وفتحه ا، الف وهمزه وكسره اي، الف وهمزه وضمه او. انت بتقول الحاجات دي دلوقتي ولا لا؟ بقى فتحه باء، بقى كسره بي، بقى ضمه بو، بقى سكون اب كده، شدة وفتحة، شدة وكسرة، شدة وممدة، شدة وفتحتين، شدة باء بفتحة وكسرة وضمة. دلوقتي ما بيقولوش، بيقولوا حاجات مختلفة عن الحاجات دي، بقى بيتكلموا يقولوا وأول لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال. ها؟ بتسمعوا أغاني ولا لا؟ لا وكمان اختصروا بدل ما يتكلموا الحروف بالتنوين يقول لك ب ت ث. هو إنما شوف 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 اللسان ومخارج الألفاظ لما أنت تقول إيه؟ ألف ألف همزة وضمة أو. باء شدة وضمة بو، باء كسرة وباء كسرة، يطلع مخرج الحرف مظبوط لان هو اطلع كده بتحرك لسانك في كل اطراف الفم، تطلع تنزل في اليمين في اليسار، ده كله ده بيساعد على النطق السليم وكمان الادراك وتنمية الذكاء. فهنا البيت دلوقتي انا اقدر اقول البيت اولا. حتى عندنا في الفقره الثانيه الدكتوره اماني خبيره في يعني المستشارات النفسيه. انت عايز تقول سيب للدكتوره؟ لا لا يعني هنتكلم برضو اكتر بالموضوع ده استفاده عن كافيه برضو ننمي يعني ان الاب والام صحيح. يعني صحيح. الدين له دور كبير واحنا بنتكلم دلوقتي من الناحيه الدينيه، الناحيه الدينيه لها اهميه. عشان هو كان سيدنا النبي كان هو البيت للكل. يعني كان بيجوا اصحاب رسول الله مع اطفالهم مع النساء بعد ما يفرغوا من درس الرجال والفتيان، كان يدخل لدرس النساء والفتيات. حتى في يوم العيد بعد خطبة العيد كان يدخل للنساء يذكرهن تاني. وفي كل دروسه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في دروس خاصة لفقه المرأة، لأن الأم دي مدرسة. أعطيتها أعطيت شعبا جيدا. بالظبط كده بالظبط. فبالتالي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف طفل يقول له يا بني سمي الله، تعليمه تربية، وكل بيمينك وكل مما يليك. النهاردة أنا بشوف رجال عندها 40 سنة وإلى الآن بيقلب إيدهم الشمال، ما لقوش من الصغر اللي نشأهم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الأب هو الأب والأم، المقصود أبوه الأب والأم. فبالتالي قال ليه أنت سبته ل40 سنة يأكل بإيده الشمال؟ وسيدنا النبي لما شاف حد قال له كل بيدك اليمنى، قال لا استطيع، قال له كل بيدك اليمنى، قال لا استطيع، قال كل بيدك اليمنى، قال لا استطعت.
يعني قال له انت كده ما بتسمعش الكلام، زي الطفل اللي حكى محمد دلوقتي عنه، قال الاول ما سمعش، لكن لما راحوا للشيخ سمعنا. انما قول المؤمنون اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا، ما نكونش زي بنو اسرائيل نقول سمعنا وعصينا، لا، لازم ان احنا يا اولاد لما نشوف حاجه جميله او حد يعلمنا حاجه كويسه نقول سمعنا واطعنا ونسمع ونلبي. ما تخلوش بقى، ما تجبروش بابا وماما او الاستاذ او الميس انها تضربكم عشان تسمعوا، لا، لازم نتعلم، لازم 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 اول ما اسمع بالراحه كده ماما تقول لي لا عيب ما تعملش كذا، حاضر يا ماما وما اعملهاش. ليه؟ لان ما تكونش عبد تقرع بالعصا، كن حر تبغي الاشاره، اول ما يشير لك كده لا يبقى لا ما تعملش هذا كده، اسمع كلام بابا وماما ما تتبعهمش. لا عايز يقول كده، صحيح، لا من دخل كده في ولاد ان هم بيجبروا بابا وماما انهم يمسكوا اي حاجه يضربوهم بيها. لا، طب انت ليه ليه تكون عبد؟ يعني ده ممكن يبقى طفل عنيد، طفل ما بيسمعش طريقه التربيه. لا لا، ما هو عنيد برضه مش عنيد، مش مطلوب الطفل العنيد، لا، الطفل الجميل المهذب اللي هو يا ريت كل اطفالنا كده، يا ريت كل اطفال الناس كده، ما حدش لا هيتعب ولا هنلاقي اطفال عندهم مشاكل. برضه يا دكتور، برضه يا دكتور، ما هو ده ما هيجيش بالسهل. هيجي على التعود وعلى التعب شويه من الاب والام، مره اثنين ثلاثه 10 وما ملش، وبالراحه مره، باللين مره، وبالشده مره، بالراحه. طبعا الشده بقى عشان ما تقولش ان الشيخ قال بالشده، لا مش شده، اكسر لهم دراعهم، لا ده بسواك، بسواك ضرب، بسواك ضرب لا يؤلم، ويا ريت حتى كمان بعيدا عن ضرب النظره او بالحرمان من فسحه، او ان انا مش هجيب لك، او مش او ناخد من خلود اصحابها اللي بتلعب بيهم، تقول لك خدهم خدهم عندهاش يعني داهم. الى يعني الى هنا تنتهي الفقره الاولى من فقرات برنامج ساعه الابناء. يعني نورتني فضيله الشيخ محمد عبد الحليم، بشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيب. انتوا بقى معايا الفقره الثانيه برضه. اعزائي المتابعين، فاصل ونواصل الفقره الثانيه من برنامج ساعه الابناء، كونوا على الموعد. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما أخذنا فاصل والفقرة الثانية من برنامج ساعة الأبناء. شرفني في هذه الحلقة أنا أستضيف الدكتورة أماني عصمة جلال، خبيرة التنمية البشرية والإرشاد الأسري. أهلا بك. أهلا بحضرتك. نوفقنا الصحة يا جماعة. أهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بألف صحة وسلامة. أنا عارف إحنا جايبينك من مشوار بعيد. بس يعني كان املنا ان شاء الله باذن الله تكون معانا بصراحه، يعني هي فرصه جميله جدا ان انا اكون معاكم النهارده، خصوصا في اول يوم رمضان يعني، وان انا اجتمعت بالاطفال اللزاز دول. خلود اللي بتلعب باصحابها. ازيك يا خلود؟ عامله ايه؟ اياد منورنا. حماده عامل ايه؟ اخباركم؟ يا محمد لا فك كده، فك وممكن تقوم تجري عادي مفيش مشكله. لا بس محمد لذيذ، انا شفته في الفقره الاولانيه ما شاء الله عليه. دكتورة أماني، يعني رمضان والأطفال بيبقى له طابع خاص عند كل طفل. أكيد. يعني زي البيت المصري أو الأسرة المصرية تبدأ إن هي يعني تحط أو تزرع قيمة رمضان عند الأطفال. يعني أنا من رأيي إن إحنا يعني نرجع تاني ذكريات زمان. الطفل دلوقتي بيبقى مستني أي حاجة تفرحه. عايز أي حاجة تتزرع جواه من قيم ومبادئ، مستني فرحة زي دي. يعني نحسس الولاد بقيمة رمضان وبدخلة رمضان عليهم. نجيب لهم الفوانيس والهدايا والحاجات دي. الحاجة الأهم بقى إن الأم المصرية بتضيع فرصة ذهبية قوي منها، إن شهر رمضان ممكن تزرع فيه قيم لولادها ملهاش حصر. يعني بدل ما نهتم بقى بعزومات وأكل وحاجات زي دي، نهتم بإن أنا يعني أكيد أهتم بالطفل بإن أنا يعني أحاول أغير معتقد سلبي عنده. يعني عندي مثلا طفل عندي، لو قلت له انت لو النهارده مثلا ما حاولتش انك تتنرفز او تعاند او كده لحد اخر اليوم انا هكافئك، يعني غير ان ربنا هيبقى راضي عنك طبعا، وده من ضمن الصيام، انت بتصوم عن العنف مثلا او بتصوم عن الغضب، دي حاجه كويسه فيهم، مش شرط ان انا اكون بخليه يصوم عن الاكل والشرب بس، يعني انا مش بعذبه معايا، تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا ان انا اعلمه بقى قيمه الاحسان. يعني انا عايزاك تعطي،
ادي ادي للمحتاج، ادي لاصحابك، ادي لزمايلك، انشأ فيه وازرع فيه قيمة العطاء. حاجة تانية مهمة جدا بالنسبة للأطفال ان انا هزرع فيه قيمة الصبر، ان مش كل حاجة انت عايزها لازم تيجي في وقتها، لا محتاجين ان احنا نصبر عليها شوية، يعني الصبر مفتاح من مفتاح الجنة، وان في باب من الجنة اسمه الصبر، علشان كده قيمة كبيرة قوي عند ربنا. يعني الحاجات اللي احنا المفروض كنا نعلمها له قبل في يعني في الايام العادية، في الايام العادية لما انتهزها بقى في شهر رمضان واعرفها له بقيمة، وخصوصا لما احمله مسؤوليتها دي بالنسبة له تبقى حاجة جميلة جدا، وخصوصا ان بعد رمضان لما يبدأ يعمل الحاجات دي هيبدأ يحس بقيمتها بقى، ان حاجة انا اتعودت عليها في شهر جميل زي شهر رمضان. تمام. وغير كده بقى المكافآت، يعني انا لما طفلي يسمع كلامي في حاجه زي كده اجي مثلا اخر اليوم واكافئه قدام اخواته، او اكافئه قدام مثلا عيلته، إيه ابني فلان عمل كذا النهارده. كويس قوي فكره ان انا اكافئه قدام عيلته او قدام اخواته. تمام. بتعمل حافز نفسي رهيب للولد او للبنت طبعا على حد نسيان. لا خليها في الولاد، خروج بتلعب باصحابه. لا ده خروج جميله ما شاء الله عليها، دي بنوته القمر معانا. جميل. طيب دي الحاجات اللي احنا ممكن نعملها ونستفيد بيها في شهر رمضان. ازاي في شهر رمضان انا كأم وكأب يعني اعيد صياغة التربية مرة اخرى في شهر رمضان، بحيث انها تتناسب بقى، وان انا احط 30 يوم في شهر رمضان يبقى 30 يوم الشهر اللي بعدها و30 يوم الشهر بعدها بقيمة تفضل معانا على طول. اول حاجة ان انا ازرع في ابني المسؤولية، طالما زرعت في ابني المسؤولية دي هتبقى بالنسبة له حافز وداعم ان هو خلاص بقى انا المسؤولة عن نفسي وانا المفروض اعمل الحاجات دي بعد كده. في شهر رمضان مثلا انا اتعودت ان انا حصل لي كل الفروض مش هسيب ولا فرض، خلاص الشهر اللي بعديه بدات اصلي كل الفروض مش هسيب ولا فرض، اللي بعديه نفس الكلام، فخلاص انا حملتك مسؤوليه نفسك، وفي نفس الوقت زرعت عندك حاجه غير الايمان، الضمير، خلاص بقى انا اتعودت على حاجه زي كده بقت بالنسبه لي زي الحياه اليوميه العاديه، يبقى انا كده زرعت قيمه في الولاد. حاجه تانية مثلا زي ما قلنا قيمه الصبر او قيمه العطاء او التسامح، ان انا اسامح فلان او اسامح صاحبي او اسامح زميلي. الاطفال دلوقتي ما بيبقاش ايه عندهم القابليه ان هو ايه، لا ده فلان ضربني انا مش مسامحه، او فلان اذاني انا مش قادره اسامحه. في شهر رمضان بقى انا معلم ابني ان التسامح، او خلاص بقى يعني انسى الوجه الله تعالى، خلاص بقى يعني انت مسامحه عشان خاطر ربنا. فكون ان انا بزرع فيه القيمه دي لوحدها دي يعني هتبقى مستمره معاه مدى الحياه، وهيفتكرها دايما بان انا اتعلمت ان انا اسامح عشان خاطر شهر رمضان، او عشان خاطر ربنا يرضى عني، دي حاجه هتعليني درجه عند ربنا، خلاص انا كده زرعت فيه القيمه. يعني فكره ان احنا نزرع قيم في شهر رمضان عند الاطفال، كتير من الاطفال بيبقى عندهم كده فكره ان هو يصوم نص اليوم وربعه وثلثه، وبعدين يخش مش عارف فين ياخد مش عارف ايه، هل لا ده لازم نجزأ؟ هم لحد دلوقتي يعني ما عليهمش تكليف، بس نجزأ، يعني مثلا طفل عنده من 6 لـ7 سنين لو قال مثلا اصوم لحد الظهر، اصوم لحد العصر، او العشر ايام مثلا عملت معاه كده. ما ينفعش يعني مفيش اي استثناء؟ لا مفيش اي استثناء. اللي كبر شويه ده ليه اوضاع ثانيه، يعني مش 13 14 سنه ان انا مصلي. لا انا عايز اشرب. انت عايز تشرب؟ قول لا اله الا الله. ده حرص. لا دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا مثلا ايه ممكن، طيب انا حصومك طول اليوم مثلا همنع عنك الطعام، بس لو عطش تقول، يعني في الحر الشديد اللي احنا فيه يعني الاطفال اغلب الحاجات ما بيبقاش محتاج ياكل، وعايز عصير وعايز ميه حاجه زي كده. مش الاطفال بس على فكره، الاطفال الكبار، الاطفال الكبار ده احنا لا خلاص عليهم تكليف بقى. لا ده احنا لسه بنروح نعلم الاطفال الصبر، احنا كمان لا احنا نعلمهم الصبر. انا مش هقول احنا كمان ناس ما تاخدوش بالكم انا. ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. اللهم امين. يعني دايما بيبقى شهر رمضان فرصه كبيره ان احنا نقرب من الطفل اكتر في فكره التربيه، وفكره ايه الحاجات اللي يتفرج عليها وايه الحاجات اللي ما يتفرجش عليها، وايه يعني التلفزيون دلوقتي. رمضان شهر يعني اوله رحمه ووسطه اوله مغفره ووسطه رحمه واخره عتق من النار، دي لوحدها حاجه جميله جدا ان انا اعرف الطفل قيم زي دي. انت يعني اول 10 ايام لو نجحت فيهم قوي ربنا يغفر لك، تاني 10 ايام لو نجحت فيهم قوي ربنا هيرحمك، التالت 10 ايام بقى اللي احنا هنشد فيهم اكتر لان احنا عايزين عتق من النار بقى، فخلاص انت بتدرج له الموضوع. انا عايز ايه؟ عايز اخش الجنه، فده بالنسبه له حافز، خلاص بقى لحد ما يجي اخر اخر 10 ايام في رمضان هيبدا بقى ايه عزيمته تشد اكتر من كده، عايز ينزل، عايز يحضر، عايز يروح مثلا الصلاه، عايز يحضر لحاجات، لا يا ماما انا صمت مثلا لاخر يوم، يا والدي انا صمت لاخر يوم، دي بالنسبه له طبعا حافز
كبير جدا وهتزرع فيه قيم كبيره جدا. يعني دايما من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان فكره ان رمضان والاطفال كان له طابع خاص كده، كان الرسول كان بياخد الاطفال ويبدا يعلمهم واحده واحده. أكيد. ازاي احنا كفي مجتمع انتشر فيه التلفزيون بشكل كبير، ويعتبر انا شايفه كده ان هو شارع موجود في كل بيت مصري. اكيد بيبقى موجود طبعا طول اليوم، الناس مشغله تلفزيون بيقول لك بنسلي وقتنا. لا ازاي احنا نستخدم ده؟ عندي في حاجات ايجابيه وعندي في حاجات سلبيه. ازاي احنا ناخد الحاجات الايجابيه من التلفزيون وابعد عن الحاجات السلبيه؟ الحاجات اللي بتضيع وقت الطفل او بتعمل له تشتت او تضييع للوقت بمعنى اصح، دي نبعد عنها. لكن الحاجات المفيده اللي فيها استفاده، دروس دينيه، قران، دروس في الصحه، في النفس، دروس مثلا في الرياضه، كل ده مهم جدا للطفل ان هو يقعد يتفرج عليه. جميل. لو قلنا رمضان يجمعنا على ايه؟ رمضان يجمعنا على طاعه الله. جميل. يعني دي اهم حاجه عندنا كلنا، ودي مبتغانا من شهر رمضان، ان ربنا يرضى عنا وان احنا ان شاء الله ربنا يتقبل منا صيامنا. يعني حبينا نقسمها كده لخلود ولاياد ولمحمد. تمام. يعني لو قلنا الخلود، انا عايزاها بقى تبدا تلعب بقى بلعب جميله كده، وتلعبي مع اخواتك الجميله. انت بنت قمر ما شاء الله عليكي. يعني انت مثلا ممكن تقولي ايه؟ ان انا رمضان السنه دي ان شاء الله مش هسيب ولا فرد. تمام. نتفق بقى انا وانت على كده من دلوقتي ان شاء الله، من النهارده خلود ان شاء الله. مش سمعت كلام الدكتور ولا لا؟ ايه يا جميله قموره ما شاء الله. ايه كلمي، فين سنانك طيب؟ وانت اياد؟ اياد ما شاء الله انا سمعت صوته في القران من حبه. يعني ما شاء الله عليه، صوته عذب وجميل. يعني انا شايفاك في القران حلو قوي، ليه ما نحاولش مثلا نحفظ جزء من يعني جزء عام مثلا شهر رمضان ده، او جزء منه. تحاول ان شاء الله وتسيبه بقى ايه طاعه لربنا كده. تمام ماشي. ومحمد انا عايزاك بقى تبقى ناصح. لا هو شكله ناصح. انت ما شاء الله عليك، يعني تجمع اصحابك كده وتحاول ان انت تزرع فيهم الحاجات الكويسه. بلاش نشتم، بلاش نضرب بعض، بلاش نعمل الحاجات الوحشه. تعالوا نساعد بعضينا، ونساعد ماما ونساعد بابا، وكل واحد فيكم يعمل حاجه كويسه في بيته. ايه رايك؟ تمام. تحاول؟ حاول ولا اكيد؟ ما وعدتيش. هتحاول ولا اكيد؟ ان شاء الله. هتحاول تعمل ايه طيب؟ ربنا يصلح بيك يا رب. هحاول. تحاول تلمي؟ جرب. هتجرب ايه طيب؟ محمد هيحاول، ما تتكش عليه. طب قول لي هتحاول تعمل ايه؟ قول لي. هحاول الم اصحابي ونقعد. لا مش هيضربهم بقى، ده هينصحهم ان هم ما يضربوش حد. ايه؟ هتعمل ايه؟ المهم عشان انت مش فاضي بكره. صح؟ يعني دايما فكره ان الطفل يبقى عنده قيمه يعملها في رمضان، ده بتديله كده طول اليوم ان هو يبقى في حافز. جميل. يعني ازاي اخلي القيمه دي بقى بعد، يعني تفضل كده طويله المده زي ما بيقولوا كده، تفضل معايا لبعد كده؟ ازرعها ازاي؟ ان انا احمله مسؤوليتها. انا مكلفاك بشيء، طالما ان انا كلفتك بالشيء ده وانت عملته واتكافئت عليه، هيبقى عاده بالنسبه لك. زي مثلا ايه؟ طفل اتعود مثلا ان هو يقوم كل يوم الصبح مثلا يعمل تمرينات رياضيه 5 دقايق مثلا، هو بيعملها عادي ان هو حابب حاجه زي كده. لما انا احببه بقى في طاعه ربنا، او احببه في القيمه اللي انا عايز اغرسها فيه، هتبقى بالنسبه له حاجه عاديه جدا، زي التربيه الرياضيه كده، او زي التمرينات الرياضيه اللي هو بيعملها. خلاص هتتزرع جواه، مش تبقى بالنسبه له حاجه مرهقه او شاقه، او انا بعملها غصب عني، ده انا حاببها عشان كده انا عايز اعملها. وكتير من اطفالنا كمان لما بيتعلموا الحاجات دي بيحاولوا ينشروها في المجتمع بتاعهم، يعلموها لزمايلهم في المدارس، او يعلموها لزمايلهم في النادي واصحابهم وجيرانهم في كل المجتمع ده. فانا كده ما علمتش ابني بس، لا ده انا نشرت القيمه في اكتر من بيت. يعني الطفل ازاي نخليه يقدر يعمل ده؟ انه الحاجه اللي اتعلمها يعلمها للناس اللي حواليه، يعلمها لجيرانه، يعلمها لاصحابه. دي بقى تيجي الدور الاب والام. الاب والام مثلا بيكلفوا ابنهم بحاجه معينه. انا مثلا هحملك مسؤوليه النهارده ان انت مثلا المسؤول في البيت عن الصلاه مثلا. لو حد فينا نسى او اتاخر شويه عن الصلاه، انت اللي تفكره. يعني هتلاقي الطفل مستني بقى ميعاد الاذان، ماما الظهر هيدان امتى، العصر هيدان امتى، لان هو خلاص بقى حاسب ان هو مكلف بحاجه، هو انا حطيت له مسؤوليه حاجه. فدي خلاص بقى انت اللي بتنبهنا وانت اللي بتقول لنا. دي في حد ذاتها مش هتخليها حافز ليك ان انت تصلي الصلاه في وقتها، لا هتبقى حافز ليه. خلاص بقى هو كده هيتعود عليها. يبقى اول ما الاذان ياذن هيقوم يفكر كل البيت، يا اهل البيت يلا بينا نصلي. بتعملوا كده ولا لا؟ بتصحوا مين؟ الجيران. صح الجيران. طب دي حاجه كويسه يا محمد، مش حاجه وحشه، دي حاجه كويسه ان انت تنشر حاجه زي كده، دي كويسه. ما شاء الله عليك. بتصحي الجيران بقى اللي بتحبهم ولا ما بتحبهمش؟ لا الاثنين. اللي بتحبهم يعني انت في جيران ما بتحبهمش؟ احنا زرعنا قيمه، ده تسامح اهو، ده تسامح اهو. جميل.
ما شاء الله عليك. ماشي، دي فكرة الـ 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 الصوم. يعني دايما كده الأطفال هم بيلعبوا مع بعض في الشارع، بيبقى من أكتر من بيت ومن أكتر من تربية ومن أكتر من أسرة. إزاي يبدأ الطفل إن هو حتى في الفترة دي ما يبقاش فريسة للمكان اللي هو بيبقى موجود فيه؟ عايزة أقول لك، الطفل اللي بيبقى متأسس صح، أهله ما شاء الله زرعوا فيه القيم والمبادئ والأخلاق، خلاص ده بالنسبة له بيبقى حاجة كده زي محصن ضد أي حاجة تانية. وهو ذات نفسه بيحاول ان هو يطلع الحاجات الايجابيه اللي جواه. لما بيلاقي حد مثلا سلبي او حد مثلا بيتصرف تصرف مش كويس او مش لطيف، اكيد بيحاول ان هو يوجهه، لا ده غلط، ده مش كويس، ده انا مش حابب اعمل كده. وهو بنفسه بتلقائيه كده لما يلاقي السلوك ده مش هيعجبه هيبدا يبعد عنه. هيبدا يعني لو ده لو ده ما استجابلوش، لو زميله او صاحبه ده اللي بيقول حاجات مش كويسه او بيتصرف تصرفات خارجه، لو ما استجابلوش هيبدا يسحب نفسه منه. يعني ده طبيعه الطفل. حتى من حكمه ربنا مدينا مناعه ضد الامراض. بالظبط. خليها في جسمنا. زيها بقى مناعه ضد الحاجات اللي مش كويسه يعني. لو قلنا بقى نصايح للاب والام، مش شهر رمضان بس، تفضل بقى مستمره معانا في شهر رمضان وما بعد شهر رمضان، هيكون شهر رمضان هي البدايه لنشاه جيل نتمنى انه يكون صالح باذن الله. باذن الله ان شاء الله. يعني انا نصايحي دايما للاب والام ان هم يبداوا يربوا باساليب الطرق الثواب والعقاب الحديثه. يعني احنا دايما كان عندنا اساليب ثواب وعقاب. يضربوا الفيسبوك؟ لا مش هيضربوا بالفيسبوك طبعا. لا انا ممكن امنع عنه الفيسبوك. يعني مثلا انت تصرفت تصرف خاطئ، واهم حاجه ان انا افهمه. لو يعني مثلا وسيله عقاب انا افهمه هو متعاقب ليه. والعقاب عامه ما بيبقاش على مدى طويل. انا عندي عقاب مقنن، يعني مثلا انا حرمتك من حاجه، حرمتك من مصروف، حرمتك من التابلت بتاعك او اللابتوب او الفيسبوك زي ما حضرتك بتقول. ده يبقى مثلا لفتره محدده مش على المدى طويل. صح احرمك 3 ايام 4 ايام لو الموضوع كبير قوي، 5 ايام بالكتير، لكن ما ينفعش ان انا احرمه على الحرمان النهائي. ده غلط. ده غلط جدا في التربيه. كذلك اساليب الثواب. اساليب الثواب بقى بان انا اهدي الطفل هديه كويسه، ان انا مثلا اعمل لوحه للمتميزين في البيت احط صورته واسمه عليها، دي بالنسبه له حافز جامد جدا. لوحه الشرف كده، زي لوحه الشرف كده، زي مثلا ايه، عارف انت العامل المثالي للشهر او مثلا الموظف المثالي للشهر. نعمل للطفل حاجه زي كده في البيت. حاجه تانية ان انا اكلفه بمهمه في البيت. يعني لو جيت للطفل مثلا وقلت له انت اللي هتختار النهارده نتغدى ايه، او انت اللي هتختار النهارده نروح فين، دي بالنسبه له طبعا حافز كبير جدا، لان انا كده بقيت متحمل المسؤوليه، بقيت فرد في البيت، يعني زي بابا وماما، ان انا بقدر اعمل حاجات كبيره. اشركه معايا في مهام، اخده معايا مثلا في مقابلات كبيره، او مثلا مع اصدقاء كبار او كده. لما هيندمج في المجتمع ده هيشعر بقيمته بقى وكيانه. مش يعني دايما نقول ايه، لا انت صغير ما ينفعش تتكلم مع كبار او كده، دي حاجه غلط جدا. يعني احط له قيمه وهو يبدا يعمل. بتهدم في الطفل معاني كبيره جدا. انت طفلك محتاج ان هو يكبر ومحتاج يتعلم، خليه معاك في مجال زي دي. مش دايما تخاف ان هو يحرجك او مثلا يقول لك كلمه مش كويسه او يزعل او كده، خده يتكلم مره واثنين وفي الاخر يطلع حاجات جميله جدا. هيتعود يعني على كده. وخصوصا ان الجيل ده مش زينا احنا زمان. لا ما شاء الله مطلع وفاهم وكل حاجه فيه كويسه يعني. ما شاء الله. خلود، تحب تقول لمين كل سنه وانت طيب؟ بسرعه بسرعه. لماما. لماما؟ تقول لها ايه؟ ماما بس؟ واصحابك اللي بتلعبي بيهم؟ لا؟ اصحابي. كنت تحب تقولي مني ايه كل سنه وانت طيب؟ على الهوا كده على طول يسمعك دلوقتي. للناس كلها؟ تقول لهم ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت يا محمد تحب تقولي مين كل سنه وانت طيب؟ للناس كلها. تقول لهم ايه؟ كل سنه وانت طيب. دكتوره، تحب تقولي مين كل سنه وانت طيب؟ لأمة المسلمين جميعا ان شاء الله، وطبعا لاهلي واصدقائي وقرايبي وزمايلي وكل الناس اللي اعرفهم في الدنيا. جميل، كانت صحه جميله، بتقول لك كل سنه وانت طيبه وسعدنا بلقائك النهارده. الى هنا تنتهي حلقه اليوم اعزائي المتابعين في كل مكان، بشكركم لحسن المتابعه، والى ان نلتقي بكم في حلقه قادمه اخرى. لكم من كل التحيه والتقدير، انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.